هذا الآية التي تلوناها سابقا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذه في خصوص من سمع الباطل وسمع الاستهزاء بشرع الله جل وعلا وصمت. أما من أنكر وبين وأرد هذا المنكر فلا يشمل تشمله هذه الآية. ولهذا القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول: فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم ما يخوضون فيه يكون معهم في الوزر سواء، لم ينكر. وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم.